نأتي لهذا السؤال المتكرر، أوجد مجموع الأعداد بالشكل الآتي. أعطينا هنا هذا المثلث مقسم في مجموعة كبيرة من الأعداد بدون استخدام الآلة. كيف أجمع هذه الأعداد بدون استخدام الآلة؟ 50 طبعا أخليها كما هي 50. إيه رأيكم في 51 و49؟ 51 و49 هيعطونا فعلا 100. نفس الشيء هنا 52 و48 يعطينا 100، و53 و47 كمان 100. نفس الشيء هنا كررها، هنا في برضه 100، 45 و55 100، و56 و44 100. كم 100 عندي؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عندي الان 600. وهذه ال 50 اختار الاختيار ا 600 و 500.